لأنه ذات الأسباب عن النظر أو المشاهدة أو التعلم أو العقل. يعني أنت مثلا سبب كونك تتعلم أنه فيك عقل، لو ما فيك عقل مش هتحصل ولا تتصور المسائل ولا ترتبها ولا تحفظها ولا تعرفها. يعني سبب هو عقل، لأنه ما فيش هذا لا يقال له سبب، لأنه لو سئلت سبب علمك هتقول إيه؟ العقل أو الأدوات اللي هي أو التحصيل أو النظر أو المشاهدة. ما فيش سبب، ولا يصل بأنه ضروري عرفنا لماذا ولا بأنه إيه نظر، وله تعلق واحد تنجيزي قديم. احفظك الناس بتخطئ فيه في موضوع التعلق، تعلق واحد تنجيزي قديم. وقلنا بعد يقول الكلمة ردين على إنه لو قلنا ما فيش تنجيزي قديم وما فيش صلوح قديم يبقى معناها عناس تعلق نفسه، ما حنسميه ايضا ما هو عندنا جر تنجيز قديم، تنجيز حادث ضرورة قديم. ثلاثة، فكيف ما نرفض فقال وصفه بأنه له تعلق تنجيز قديم، أي بمعنى أن جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات انكشفت له في الأزل على ما هي عليه، بس في شرط بسيط كده. فهنا انكشفت جميع المعلومات على ما هي عليه، طالما يدخل فيها المستحيلات ما فيش مشكلة لأنها نفي، يعني ما لا يكون علم أنه لا يكون، هذا التعلق بالمستحيل. طب والواجب على ما هو عليه، المشكلة في الجائز. لو قلنا انكشف على ما هو عليه يبقى معناها وجد في الكائن، والجائزات منها ما هو موجود ومنها ما سيوجد، فلازم نضيف العبارة دي، انكشفت له في الأزل من الجائزات على ما هي عليه مع إضافة الجائزات إلى أوقاتها. يعني هو صحيح منكشف له قبل الوقت على أنها ستكون في هذا الوقت، بس مش في هذا الوقت هتجدد العلم، تنجيز حادث ولكنه تنجيز قديم، بس بالنسبة للجائزات فقط تضيف إلى إيه؟ إلى أوقاتها، إنما المستحيلات ما مش هتوجد أبدا لا في أي وقت. أما الواجبات فلا يتصور عدمها ثابتا أزلا وأبدا، بالنسبة إلى أوقاتها نضيفها إلى إيه؟ إلى الجائزات فقط. بعد الطرفين ده حل مشكلة ليس في الإمكان أبدع مما كان. أنا هترجع للموضوع. لا يعني هو حل كده يعتبر سفل. فلا حل. وقيل إن تعلق العلم لا يوصف به بصلاحي، يعني صلوحي ولا تنجزي، ده قوله. قالوا ليه؟ لأن وصفه بالصلوحي يقلبه جهلا. لو قلت تنجيزي حادث يقتضي ثبت الجهل، ما خلاص تنجيزي قديم يغنيك عن ايه تنجيزي ملاش بالنسبة للجائزات. ايوه ما هو قلت بالنسبة للجائزات ملاش لزوم، علم في القدم في الازل انها ستكون بعد مليون سنة، فعندما ستكون بعد مليون سنة لم يتجدد علم، فهو نفس العلم ده. يبقى ايه معنى كلمة تنجيزي حادث؟ إذا قلت بها وصف قديم هيقتضي ذبح الجهل، وإن قلت إن هي منكشفة في القدم عند ما توجد في أوقاتها يبقى إذا الكلمة الثانية دي عليك ملاش لازم. يا ابن القدرة شوف برضه قلنا الذات صفات الذات غير صفات الأفعال. نعم. ينفعش كلمة. هنيجي تاني نقول صفات الذات يعني يوصف الحق تعالى به بالصفة ونقيضها، صفات الأفعال بالصفة ونقيضها وضدها، يحيي ويميت، يعز ويذل، يرفع ويقصر، النقيضين. إنما الثاني ما ينفعش النقيض، يبقى كده مصيبة تثبت ال يبقى إذا خد بالك صفات الذات قديمة وصفات الأفعال هي الأفعال فهي حادثة،
واضح كده؟ صفات الافعال يوصف بالصفه وبضدها، اما صفات الذات لا، لا يمكن ياتي الضد ابدا، زي الحياه صفه الذات فلا يقال الضد. وثناء العزيز الحكيم ما يجيش الضد، انما المعز الموجد المحيي المميت. بعض الناس اللي هم طلعوا جديد من العمل واسماء الله الحسنى وشالوا مش عارف 21 اسمه حظ مش عارف ليه، واحد قال لي كده، قال لي مش يقول الاقول لله الاسماء الحسنى، ايه الحسن والجمال؟ حسنى من حاجه جميله في اسمه الضار. يعني ضار يقول الاسماء حسنى ايه ده؟ لحاجه اسم كده. قلت له ده بالنسبه لله كمال، كمال، انك من جهلك لم تفهم. انت بتقول ايه وانت متفق ومقر ومؤيد انه عاوز تشيل كلمه شيل اسم الضار عشان ما فيهوش حسنه؟ لا، الا تعلم ان من اسمائه تعالى المميت وانت موافق على كده؟ طب ايه الحسنه ده؟ المميت ده مجمع الضار يديك يكسر ذراعك، انما المميت حي. فين الحسنه في اسم الله؟ فلا هو ما فهمش انه فيه ايه الاسماء تدل على الجمال، منها ما والجلال والكمال. فالذي يدل على الجمال العفو الرؤوف الرحيم، ده ايه نعمل ايه؟ تخلق ده. الاسماء الجمال نتخلق بها، واسماء الجلال نتعلق بها. تعلق الجبار المنتقم العظيم، كل ده اسماء ايه؟ جلال. اما الكمال نصدق بها كده، يبقى في تخلق وتعلق وتصديق. الكمال زي ايه؟ زي الاول والاخر، النافع الضار كده، زي كمال المحيي المميت، لانه لازم تربط الاثنين مع بعض. بالله عليك اظن ليه تخليها الضار في اسم فيها بشاعه وفيها كده، وانت لم تفهم انه الضار ده مش شر كلك انت والاهلك، ممكن الضار ده الاعداء، يبقى كده هتفرح تبقى اسم جميل، يبقى انت الاعداء حاجه حلوه، لكن انت حياتك شوف ما فهمش الناس. يعني الضار ده هو فهم انه ليه هو، فاسم كده حاجه وحشه، انما لو كان لاسرائيل ولا الاعداء ما يبقى جميل. ده اجمل دارس كلها الاسماء اسمها الضار عشان ايه نقدر الظالم يفهم. فلا يتصور معنى الكمال الا اذا اتصف بالايه؟ بالصفه وضدها، النافع الضار. ولما تفهم كلمه النافع الضار لازم تجي معها النافع، لانه لو لم كده لو لم يملك الضر لا يملك النافع. خد بالك من ذلك، يعني عارف لو انسان قال لك انا ايه؟ ما استطيع اضرك باي ضرر، تاكد انه لا يستطيع ان ينفعك باي شيء، لانه لا يمكن. لن من لم يكن قادرا على الضر لا يمكن ان يكون قادرا على النفع. يبقى معناها ده كمال ولا مش كمال؟ يبقى من كماله انه يملك النفع والضر. يمتد الله بضر ان ارادني الله حتى ما هم بضار به الا، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى معناها ارجع الضر اليه ومش اليه، مش الى هذه الاله. وذلك مرة كانوا يعلمونا يقولون احنا في ال كانوا يقول يا ابني انت كده مش متحرك، مش عامل حاجة، في بلد شاغل وكده يلعب، في بلد مجتهدين، فيقول كده اذا وفي بلد لا مجتهدين قاعدين لا مش لازمة لا في التخريب عاملين ولا في. فكان يقول اذا لم تنفع فضر، فانما خلق الفتى كيما يضر وينفع. يبقى اذا كان في الانسان صفات كمال اللي هو يستطيع ينفع في نفس الوقت يستطيع يديك، واللي هو مش حابه يديك يتاكد انه مش هينفعك، ما هو فيش منه حاجه سلبي. يبقى ما فيش سلبيات في كمال، يعني في معاني. يبقى معنى كده اذا كان الله تعالى لا يضر، يبقى معناه حننسى عنه من حيث لا نشعر ان النفس ربنا. اذا نسينا عنه الاماته حننسى عنه الاحياء. ولذلك ما فيش قادر هو يحيي فقط، يحيي ويميت. وان ينفذك الله وان يرزقك بعدها هم يرزقك، ما جابش واحده وساب الثانيه، ما جابش مثلا يعز من يشاء وسكت ويذل من يشاء.
كيف في الجهاد ده التهريج اللي هم مش فاهمين ايه الكمال وايه الجهاد. نعم نوح يرمي برش حديث المثال حتى علمنا ربنا ياخذه ان شاء الله. ما فيش حجة. ايه هي الحجة؟ الحجة احنا قلنا كده اسماء الله اسماء الله تعالى ليست محصورة في 99 بل في القرآن الكريم في 154 اسم وفي السنة في 160 او 62 مجموعهم مع حذف المكرر 220 او 222 اسم. يبقى اذا الاسماء التسعة عند منها ان لله 99 هذا لا يفيد الحق يعني في 29 اسم لكن مش معنى كده انه ننفي عنه بقية الايام ليس له غيرها يعني من الاسماء 99 اسم مجموعة او في رواية الترمذي او رواية سيدنا ابو هريرة في سنن الترمذي مذكورة هذه الاسماء لكن جمعها في رواية ممكن يكون لان الشهادة الرواية ممكن تورد في اكتب او جمعها بعض الرواة في سياق واحد ممكن يكون الجزء الاول ده صحيح او في فهل 99 لكن ترتيبها لهذا النحو ممكن يكون ده فيه شغل او من تصرف الرواة. الجماعة كده القاعدة شوف كل الأسماء دي اللي احنا عارفينها دي صفات والاسم في اللغة غير الصفة. الاسم اللي هو علم تعرف أو علم على الذات لا يشاركها فيه غيره. لما كانت صفات الله تعالى كاملة وذاتية وليست حادثة ولا يشاركه فيها أحد نزلت منزلة الأسماء فصارت أعلام فقال لم يقل لله الأوصاف قال الأسماء لأنه مثلا العلم بالنسبة لله صفة كاملة أزلية أبدية لا مشارك ولا مشابه له فيها فكأنه العليم ده وصف هو في الحقيقة صفة ولكن لما كانت كاملة ولا يوجد أحد يشارك الله فيها فأصبحت اسم. هي في الأصل صفة ولكن انتقلت إلى كون اسم لما فيش مشارك وأصلت إلى التمام والكمال. ولذلك تجد في القرآن الكريم يقول وهو العليم الحكيم وهو هو ذا إيه مبتدا العليم الحكيم إيه خبر والثالث خبر بعد خبر مثلا لكن هو ذا جملة اسمية ولا فعلية؟ المبتدا ما أعرفه ولا نكرة والخبر ما أعرفه. فيقول أهل اللغة إن الجملة اللي هي معرفة في الجزئين تفيد الحق يعني معناها هو العليم لا غيره وهو الحكيم لا غيره وهو السميع لا غيره. يبقى معناها هذه الصفة مقصورة عليه لا ليس له فيها مشارك. يجي بعض الناس يقول ما احنا لنا أسماء نشارك فيها الله اللي هي العلم القوة السمع البصر الكلام نقول له هذا اشتراك لفظي فقط يعني لفظ مثل لفظ ولكن المعنى والمضمون لا يوجد اي مقارنة ولا اي مشاركة. شفت كده خد بالك احنا في حاجة عندي الصوفية اسمها ايه وحدة الوجود يعني الوجود واحد الوجود الحق الذاتي ليس لغيره اما ما عداه فان وجوده مستمد من وجود الله فالوجود واحد يعني الله تعالى. اما الموجودات باسرها فهي موجوده بايجاد الله لها وليس وجودها ذاتيا ولذلك الوجود واحد لمين لله. كذلك قل في صفات الله العلم لله وحده والقدره والسمع والبصر اضرب انت قولي مثلا زي ما قال يعني هتحمل كام مثلا قوه اكثر حاجة 500 كيلو مثلا لكن هل توضع قوة الله تعالى في مقارنة مع قوة جميع المخلوقات؟ لو عملنا كده كأننا بنقول ايه يعني النملة دي بالنسبة للفيل هل يمكن نقارن فيه نملة؟ بلاش فيه نملة خالص ده انت لما تقارن المخلوقات او الموجودات مع الله فكأنك تقارن لا شيء بشيء. ما هو ما فيش
لا وجود لها من ذاتها. من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال. فالعارفون خنوا ولما يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعال ورأوا سواه على الحقيقة هالك على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. يعني انت لما تسمع مثلا كل من عليها فان، فان ده اسم فاعل، واهل اللغة يقولون اسم الفاعل حقيقة في الحال، في الحال يعني فان يعني هو شأنه، لان كل الاشياء لها ايه وجهان، وجه اضافتها الى الله فهي ثابتة، ووجه اضافتها الى ذاتها فهي عدم. يعني الممكن من ذاته ايه لا تحس له يستوي فيه الايه، لكن من وجه اضافته الى الخالق تعالى فله وجود. ولذلك قال ابن عطاء الله الاكوان ثابتة باثباته ومن قوة باحدية ذاته. يبقى اذا ما فيش مشارك لله تعالى لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله. ايوه ما هو قانون خمسه يبقى معناها لا يوجد خمس. لا يوجد ايه له مشارك في العلم. مثلا علمنا مثلا بتعليم شرك وبحوادث وبتحصيل وبضبط في قصور وعجز ونقصان. ويا من تدعي في العلم معرفة لقد عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. إنما علم الله مطلق ذاتي ليس له سبب أزلي يتعلق بجميع المعلومات. أنت يتعلق بجزء من 20,000 جزء. ان عرفت مثلا حتى في الكيمياء واحد يقول لك ده اعلم واحد في الكيمياء في العالم، تجي يطلع واحد ثاني لسه عنده 5 سنين اكتشف اشياء هو لا بنفس التخصص وفي نفس العلم وفوق كل ذي علم عليم. بمعناها لا جابر بن حيان ولا الكيمياء ولا بتوعنا ولا حد وصل في تخصصه الى النهايه فوقه ايه عليم. وشوف كلمه كل ذي علم دي الى يوم القيامة، يعني الى الان ما حد وقف على الاسرار كلها سبب علم واحد. ولذلك المثال اللي في البخاري بتاع سيدنا موسى لما قال له انظر الى هذا العصفور نقر في البحر كل ما عند الخلائق لا يساوي قطرة او لا يساوي شيئا، حتى القطرة هي بس تمثيل عشان يفهم انها ولا حاجة. يبقى معنى كده هل هناك مشارك في الصفة دي؟ احنا لو قلنا مشابه ممكن نقولها تجوزا، يعني قلنا مثلا علمنا لا علمه تعالى لا يشبه علمنا، يبقى معناها اثبتنا علمين وجعلنا هذا اكمل وهذا ناقص. مش كده؟ هذا الشرك خفي كل ما اخذ امر احنا لنا علم وهو له علم، لكن علم واسع ومحيط، ولكن ما عندنا في الحقيقه ليس علما ذاتيا ولكنه مستعار او مجازي او بتعليم الله او من ضمن علمه. يعني مثلا اعتبر مثلا العلم اللي انا عندي ده علمته لك وحفظته، فكيف تيجي بعد كده تشبه تقارن نفسك اللي انت معاك انا مديهولك؟ يعني مثلا انا مدي لك 10 جنيه وانا معايا مثلا مليار، وتيجي تقول لي مين فينا اكثر مال؟ ما انت في الاصل من العشر انا اللي مدي لك. يعني مين يعني مين اللي ادالك ال 10 جنيه؟ فلو خدتها منك طب وقبل ما ادي لك كان معك حاجه، فتيجي تقول مين اينا اكثر؟ انا اكثر منك مالا واعز نفرا وانا مدي لك الحاجه. لا العلم مثلا مع بعضنا ده، فكيف نقوله بالنسبه لله؟ فانت لما تيجي تصلي لحظه واحده تقول الله اكبر شيء؟ نعم. بعض الناس يتخيل انه اكبر يعني اكبر من شغلي اكبر من عملي اكبر من اي من الدنيا كده يعتبر عملي هو وضع الخلقة او الدنيا او المناصب او المال او هي في مقارنة مع الله، يبقى خلاها افعل تفضيل على بابها. يقول لك مثلا انا اكثر انا اعلم انا احسن انا اجمل، ده تفضيل في الاشياء اللي فيها تفاوت في كل متواطئ وفي كل مشكك البياض السواد.
لكن في حاجات اسمها كل متواطئ، يعني معناها الكل مشترك فيها بنسبة واحدة، ما فيش تفاوت. يعني اثنين ماتوا، هذا يقال انه فيهم واحد اموت من الثاني، ما هو ميت وذا ميت، انما اثنين اغنياء يقال هذا اغنى هذا اعلم هذا اجمل في المشكل ده، يبقى معناه لكن كل مشتركين في الاصل في البياض ده ابيض انفع بياض. انما مثلا في الانثى دي انثى ودي انثى، من حيث الانوثه ما فيش تفاوت، وده ذكر وده ما فيش تفاوت، انما في اشياء فيها تفاوت، العلم في تفاوت، حتى الجهل يقول لك ده اشد جهلا، يقول لك اجهل من ده، يعني برضه في ايه؟ في تفاوت، حتى في جهل الدراسه في دابه اجهل من دابه اخرى، يبقى اللي في تفاوت ده يسموه ايه؟ المشكك. يبقى معناها لما تفهم انه في للخلق كبرياء او لهم شان، والله تعالى اكبر واجل واعظم من وضعتهم في مقارنه. وهم ليسوا في مستوى المقارنة مع الخالق، ولذلك لما تسأل كده لم ترد لفظ الله أكبر في القرآن، ما جاءش في القرآن سبحان الله الحمد لله، ما جاءش الله أكبر، لأنه لا يوجد شيء حتى يوضع، ما فيش مضاعف أكبر من إيه، ما فيش شبهة كده، يعني مثلا فلان أعلم، أعلم إيه من فلان، فلان أجهل من مين، من فلان أكثر مالا من فلان، إنما الله أكبر من مين، ما فيش حد اصلا عشان نقول ما فيش خلاق هو اللي خلق عن الله ولم يكن شيء منه، بس تروح تقول الله اكبر وتسكت وما تذكرش المضاعف، مع ان بغير الله لازم تذكر المضاعف، مش كده؟ تقدر تقول فلان اعلم وتسكت، يقول لك من مين؟ انما اكبر من ربنا من مين؟ تقول لا شيء معه. انما لا يوضع الخلق في مقارنه باي وجه من الوجوه. وقلنا الاشتراك يكون فيه في اللفظ بس لفظي، لكن معنى ولا تفضل معلش اصلا كنت جاي بسرعه واحد واحد زائد يساوي اثنين، اي لكن مش كل الناس في العلم فيها على مستوى واحد، يعني مثلا كم مساله اللي فيها دخلت زياده ولا نقصان دي 100 مساله، انا عارف 20 وانت عارف 80، يبقى هنا في تفاوت ولا ما فيش؟ لكن في اصل العلم، ما هو العلم واحد لكن التعدد والتنوع في المعلوم في التعلم، المعلومات كثيره ولكن العلم بها واحد. افرض انا مثلا عالم في الفقه وفي نفس الوقت في النحو وفي نفس الوقت في الكيمياء والجغرافيا، هل يقال لي علماء ولا عالم؟ عالم علم واحد، فالعلم واحد لكن المعلوم مختلف، لانه عشان تتعلم الكيمياء لازم في طرق، هي نفس الطرق في اي علم واحد، الاكتساب والتعلم، وعن الكيمياء دي هتشربها والثاني دي هتسمعه، ما هي نفس الخطوات واحده، انت عندها هتكتب وتقرا وتراجع، واذا عاوز نفس الحكايه وعاوز تحصل عاوز ده معلم وده عاوز نفس الترتيب المنطقي في اي علم، ولذلك العلم من حيث هو واحد، اما المتعلق اللي هو المعلوم يتعدد. ولذلك هنا فين وصلنا في صفحة كم عندك؟ ها؟ كم؟ هو تعالى به آل ونبي الصفحة، بسألك على الصفحة 359، أنا رجعت 349 طبعا بدون إيه قصد. أنا قلنا أقول لك العدد أحيانا يقول لك ما لا يفيد أو لا مفهوم له أو مقصود به مثلا المبالغة، زي إن تستغفر اللهم 70 مرة، هل هذا العدد صحيح؟ لا، أفرض استغفر 71 حتى لو استغفر، هي بدليل آية استغفر أو بدون عدد، بس العرب كانت لما تحب تستعمل يعني مبالغة في تأكيد شيء تقول لك إيه يا أخي أنا سألت عنك 70 مرة اتصلت فيك بالتليفون 70 مرة، هو يكون ايه مرتين يعني اكثر من مرة، يعني يبقى ما هو ليس على ايه ما يفيد الحق. يبقى العلم له تعلق واحد تنجيزي قديم، فهمناه بايه؟ في الواجبات والجائزات والمستحيلات، انكشفت له في الازل، في الازل على ما هي عليه، وليه منكشفه في الازل؟ لان المعلومات لها وجود في الازل، ولكن كذلك هو الوجود في الأذن معناها العالم موجود مع الله قديم،
لابد قديم في العلم صحيح، لكن المفروض ما نقولهاش قدام العوام لانه مش هيعرفوا، لا هيعرفوا قديم ولا هيعرفوا، فما نقولهاش. ولكن احنا بنقرر لنا 100 سنه نقول العالم حادث، تيجي الوقت تقول قديم، ما هو هنا لازم، والا هيبقى معناها ايه؟ ان الله استفاد العلم من هذه المخلوقات، وقبل ان توجد لم يكن له علم، وذا قلنا العلم ايه؟ ازلي قديم. علم بايه؟ علم اول حاجه بذاته وصفاته، بدليل قوله تعالى: ولا نفى احاطه العلم عن الخلائق جميعا، فقال: ولا يحيطون به علما. به مش معناها بذاته فقط، وبصفاته ايضا، فكما انه تعالى لا يحاط علما بذاته، كذلك لا يحاط علما بصفاته. يعني مثلا صفة العلم احنا ممكن نحددها بالنسبة لنا ونحط مقاييس ومعايير ونحط ضوابط، مين العالم ومين اللي مش عالم، وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ومين كذا، لكن لا يمكن نضبطها او نحددها بالنسبة لنا، لا تخضع تحت الحد ولا يحيط من به علما. يبقى معناها من الذي يحيط به علما؟ هو يحيط بذاته وصفاته، نفع عن نعمه لم ينفع عن نفسه، وإن كان حيستوي معانا، فهو يحيط علما بذاته، يعني بالواجبات، بالواجبات اللي الذات ايه؟ والصفات. بعدين ندخل في ايه الرسم؟ المستحيلات، يعني شوف، علم ما لا يكون، لو ما يكون، لو كان، كيف كان يكون؟ بمعنى عالم بالمستحيلات ولا مش عالم؟ يعني بما لا يمكن ان يوجد، ولو وجد حيكون على علم ايه؟ وضع. زي متعلق بالمستحيل ولا مش متعلق؟ زي ما جاء واحد لسيدنا، بعض الناس ما يفهمش ايه معنى علم الله يتعلق بما هو مستحيل، هو مستحيل ان ينفي. بس يعلمه تعالى، لانك انت ما تعرفش ايه المنفي ولا مش منفي عنه لولا انه اخبرك به. فمثلا علم الله تعالى، ودائما يجي المستحيل في لغه القران بكلمه ايه؟ بالنفي. أو بجملة وما ينبغي، خلاص احنا نعبر عنه ما لا يليق، فده كله مستحيل في حقه. فمن هذا المستحيل أنه تعالى له شريك أو زوجة أو ولد. ولذلك جاء رجل إلى سيدنا علي رضي الله عنه يقول: أخبرني عن شيء لا يعلمه الله. احنا بنقول والله بكل شيء عليم، وهو لا يعلم تعالى أنه له ولد. هل ذا في العلم؟ لا، في العلم في الجهة الثانية، يعني ممكن تقول الله تعالى يعلم أنه ليس له ولد، أو تقول لا يعلم أن له ولد. شيء ليس، يعني شيل بالنفي في الثانية هتحطه في الأول، حطيته في الثانية هشيله من الأول. فالكلمتان متساويتان، يعلم أنه ليس له ولد، لا يعلم أن له ولد أو زوج. وفي القرآن كده جاء بالصيغة الأولى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم. نفى عنه العلم لأنه هذا الشيء، يعني نفى أن يكون هذا المستحيل له وجود، مش نفى ذات العلم. النفي هنا في مين؟ في المتعلق به، هو المستحيل، لأنه لا يوجد. فطالما لا وجود له فلا يتعلق به العلم، بمعنى انه يتعلق به كما يتعلق بالجاهل، بمعنى انه لو تعلق به العلم لوجد، وهو لا يوجد، يبقى العلم لا يتعلق به، فيقول لا يعلم، ويقول يعلم بس على النفس. مفهوم ولا مش مفهوم؟ اي ناس زي سلب العموم وعموم السلب، فاهميني؟ ايه الفرق بين، يعني عاوز نغلط، انا لو عشت انا كويس ان انا قلتها. اما في هنا ليس بعض وبعض ليس. ايوه زي كده، اصل كلمات دي صعبه. لا مش عايزها يا سيدي، اخشى انه لو وقعت فيها هو عاوز كده، مش عاوز. يعني عندك مثلا سلب العموم، اداه السلب تتقدم على حاجتين، حاجه تنفي نفس، وحاجه فيها ايه؟ عموم. يعني مثلا ايه؟ كل الناس، كل ده عموم، يقول ليس كل الناس بكاتب. نعم،
ليس كل جائزة مالية سلب عموم. انما لو قلت كل الناس ليس بكاتب ده عموم سلب. فبعض الخطباء يفترضوا من المعاذرين ان يسلب العموم فيعمم السلب فيقع فيه ايه في الكذب، لانه عموم لما يخلل ايه عموم سلب يقع في الكذب. هو ما يقول كده بس هو عموم فاعل مش عارف هو بيقول ايه، يعني عاوزك نسلب العموم مش عاوزين نعمم السلب. قلنا عموم السلب تقدم أداة العموم على أداة النفي، وسلب العموم تأكد. يعني ما نقوله كده ليس كل الناس بكاتب قضية صحيحة، لأنه يعني معناها بعض الناس كاتب، هنقول ليس كله. يقول معنا سلب العموم أنا بنفي الكل لكن بأثبت الإيه البعض، معناه في الكل إثبات البعض. لكن لما أقول كل الناس ليس بكاتب لذا معناها عموم سلبت ومعناها ما فيش حد كاتب اصلا، وهذا كذب لانه فيهم من يكتب وفيهم من لا يكتب. تعتبر الاسم كليه كلمه مهمه يا مولانا القديم، تعتبر الاسم كليه كلمه. لا سلب العموم يتسلق السلب على قضيه كليه كده. نعم سلب العموم يتسلق النفي على قضيه كليه، اما عموم السلب القضية الكلية نفسها هي اللي يسلب منها الايه العموم عكسها. مولانا بالنسبة لكل الناس ليس بكذب لما تنعكس الكلية، يعني مش هتعمل ما هو لو انعكس الكلية هتكذب، فلا بد من الكلية الموجبة تنعكس الى جزئية موجبة. في حاجتين لا بد من بقائهما، الصدق والكيف. الصدق والكيف لازم تحاسب اثنين دول، مش مهم الكلية الجزئية، لأن الكلية الموجبة لو انعكست الكلية موجبة هتبقى كاذبة، فلازم تنعكس إلى جزئية بس هي سالبة، لازم تكون موجبة، لأن لابد أن يبقى الإيه؟ الصدق والإيه؟ والكيف. الصدق يعني معناها صادقة، والكيف يعني معناها موجبة أو إيه؟ سليم. أو سالبة. حتة أنه سبحانه وتعالى يعلم ما لا يكون هل لو كان. لو حرف امتناع من امتناع، لو يمكن ان يكون هذا الشيء لعلمه على اي هيئه يكون. اما الكلام اللي احنا قلناه في الاخر بان الله سبحانه وتعالى مثلا لا يعلم ما هو لا يعلم من هو هم، هو ما فيش حد لو بدا امره مستحيل، فاحنا قلنا لابد ان يكون انه لا يعلم مثلا من هو. لا بس هذا معناه ان هناك موجد وهو لا يعلمه بالاسباب، انما احنا نقول هنا الاصل ان علمه لم يتعلق بهذا الامر، لانه قضيه ان له امر مستحيل. فهذا الامر المستحيل كيف تعلق به العلم؟ تعلق به من جهه كونه مستحيل، اذا نقول الله يعلم ان هذا مستحيل، او الله لا يعلم ان هذا جائز. لو المستحيل كده صح ولا تمام؟ وانت ما فهمناش انت. انا هربت من صاحبنا. ازاي نقول المستحيل هل لو كان المستحيل ده هل ينقلب الى جائز؟ لا يبقى معناها يعلم الله تعالى ان هذا المستحيل لا يكون. لأنه لو كان لكان جائزا لو فرض لو لو فرض انه لا ممكن يكون هو يعلم ولا ما يعلمهوش يعلم. لما هو المثال احنا قلناه احنا بنقول انه لا يعلم، ما انا قلت لك تقول كده الله يعلم انه ليس اهل النفي موجوده. اخذ احنا عملنا احنا جبنا النفي ده في الاول صحيح، يعني على اي حال النفي موجود، بس كل ما في الامر قدمناه او اخرناه الله يعلم ده الاثبات انه ليس له ولد ده النفس. الله لا يعلم ده النفس انه له، ما يجيش لنفيين مع بعض ولا نفي النفي هيبقى اثبات. عاوزين في النفس عشان كده لو قلت الاثنين بالنفس هيبقى ده ايه؟ هيبقى ده اثبات من حيث لا تعلم. اظن مش معقول العقول ما وصلتش للفهم نفي النفس. قول مثلا هو قال الله لا يعلم ان له خالق مثلا، فيعلم ان لو كان له خالق لكان هو حد، ممكن تبقى كده برضه يبقى فرضيه ان لو علم ان له خالق لكان حديثا. بس قلنا كده يا اخي انت
دي امر مستحيل زي دي تمام كده. لكن كلمه خالد دي تمام كده هترتب عليها الدور والتسلسل هنقع في مشكله ثانيه. طيب قال الله خالق يبقى نقول عليه ما احنا ترتب على الدور والتسلسل خلاص. ودي نقول له ثلاث ما احنا عارفين انه مترتب على الدور ليه احنا نقول له صفحه كام؟ وصلنا في 60 ولا لسه؟ لا وقول مش هنتحرك يبقى هنا شو كده ما ينفعش وصف العلم بانه صالوح ليه عشان هينقلب جهل. اما وصفه بالتنجيزي ما قالش يا خليل هو حاجه يدني 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 في الحته اللي احنا قلناها واضح المفهوم خلاص. ولا يوصف بالتنجيزي الا في بعض الصور يبقى معناها في بالنسبه للواجب للواجب مش كده والمستحيل تنجيزي يعني حضوره. وبالنسبه للحادث يبقى عندك نوعين اللي هو تم وجد بالفعل يبقى تنجيزي والذي لم يوجد يبقى ايه الى وقته الى وقته الى وقته تمام كده مجاهد. وقولهم العلم بالوقوع تابع للوقوع واحد بيقول لك حايفيه بيقول لك العلم بالوقوع تابع للوقوع يعني عاوز يقول لك كيف يعلم الله تعالى بهذا الشيء قبل وقوعه يعني في حادث لم يقع الى الان نقول الله تعالى علم بها في الازل مع ان العلم بالوقوع بالنسبه لنا تابع للوقوع فاذا لم يقع الشيء لا يقع العلم به الا بعد ايه وقوعه لانه علم هذا الجواب لانه علم في الازل ان ان ايه أن المحكية معلوم أنه سيقع تمام جاي إلى أوقاتها برضه علم في الأزل أن المحكية معلوم أنه سيقع في زمن كذا أنه سيقع في زمن كذا بمعناها سبحانه وتعالى لا يجوز ان نقول ذلك لماذا لانه لا لا في حاجه ثانيه نرد بها نقول كده لانه تعالى لا ينتظر وقوع شيء فاذا اخبرنا عن الاشياء اللي هي المستقبليه التي ستكون لنا في الاخره بيعبر عنها بالماضي اتى امر الله ونادى اصحاب الجنه يعني دخل حد في دخل الجنة ولا النار يقول لك ونادى وكمان وأصحاب النار ردوا عليهم وقالوا لهم كذا والحوار اللي هو لم يحدث يحكيه الله لنا بصيغة الماضي يبقى معناها بالنسبة للوقوع ده يتعلق بزمن ولا زمن ايه بالنسبة لله تعالى فكل الأشياء بالنسبة لله واقعة إذا وقعت هي وقعت بالنسبة لله في يوم القيامة أهل الجنة دخل ما فيش ايه لا ينتظر شيئا خلاص كده ما فيش حاجة بالنسبة لله فمعناها كلها واقع فهم كده العلم تابع الوقوع ايه العبارة عندك يبقى خلاص ماشي ده بالنسبة لله تعالى فقد وقعت وانتهى الايه رفعت الاقلام وجف قالوا انا اعمل في شيء يعني حيستأنف يعني قال لا خلاص رفعت الاقلام وجف بما هو كائن وبما سيقوم الى ان ايه خلاص يبقى اذا فرض ايه مفيش حاجه يعني يعني ولا ممكن المقوله دي صحيحه من باب ان كل شيء وقع بالنسبه لله بالنسبه للعلم لانه ما سيخلقه الله تعالى فهو موجود في علمه ولا يمكن ان يوجد شيء في الوجود لا يوجد في العلم والا معنى هذا لو وجد اي شيء في المستقبل ولو بعد مليون الف سنه ولم يوجد في العلم يعني معنى كده سيتجدد في علم الله هذا الشيء عند وقوعه يبقى معنى كده العلم سبق بجهل يبقى علمه حد يعني معناها كل ما يوجد شوف كده في حديث صحيح مسلم كل ما وجد ما وجد في علم الله شوف هي معنى مثلا لقد احصاهم وعدهم فكيف يحصى ما لم يوجد يعني مثلا عدد الخلائق معروف عند الله تعالى لقد احصاهم مش سيحصيهم احصاهم وعدهم عد يعني معناها لا ينقص منهم واحد ولا يزاد فيهم واحد كيف يكون هذا الا اذا كان العدد معروف في العلم
انما اذا كان لسه منتظر لما يقع يعلم ويدخله في الكشف في الاخفاء ويحط له رقم الا ده جديد. ده بالنسبه لينا احنا كل ما يحصل حاجه يحط كل ما يدخل واحد يلتحق في المعاد يكتب اسمه في الكشف. لكن احنا لو عارفين اللي جايين من البدايه مكتوبين عندنا لا هندخل واحد ولا هنخرج واحد. إن لقد أحصاهم وعدهم إيه؟ عدى. إحنا قلنا أنت قول الحد مين؟ الكلام ده اللي هو وكيلة من أول وكيلة وقولهم مش كده؟ وقولهم العلم يعني عاوز يعني كان عاوز يحل إشكال. يقول لك مع قولهم أن العلم بالوقوع تابع للوقوع يعني معناها بالنسبة للمخلوقات ما لم يقع كيف نعلمه؟ فنقول لهم بالنسبة لنا لم يقع، أما بالنسبة لله تعالى فهو واقع. ليه؟ ليه؟ هذا التعليل، لأنه علم في الأجل أن المحكي يعني أن المحكي معلوم متعلق يعني أيوة، وأنه سيقع في زمن كذا فقبل وقوعه شوف كده؟ اسمع ليه؟ فقبل وقوعه إنما تعلق علمه بأنه سيقع ولا يتعلق بوقوعه بالفعل إلا بعد وقوعه. وهذا معنى أوجاب وهذا معنى قولهم العلم بالوقوع تابع للوقوع فتعلقه بالوقوع بعد الوقوع تنجيزي وقبل الوقوع صلاحي وهذا مردود هو أعتقد إذا خلاص كده لأن احنا قلنا التعلق التنجيزي القديم يغني عن التنجيزي الحادث لأن الحدوث في المتعلق وليس في المتعلق. نعم واضح هو أعتقد أنا غير نشب عليه تشتب عليه بعقلك ولا تشتب بالقلب ولا أنا أقول لك لا لا هو أستراماتك وحتى لو كان من أوائل السنة معصومين ما في برضه لحظة واحد شيعي عجبني عامل كتاب اسمه ايه الأخطاء أو مشكلات عند أهل السنة فجمع الحاجات الصعبة احنا ما فيش نحلها وراح جمعها في الكتاب مع انه لو عملنا نعمل مشكلات عندهم هنعمل مجلدات يعني بالنسبة المشكلات اللي عندنا بالنسبة اللي ما عندهم تعتبر والمشكلات المحضرة ده كمان يا مولانا اذا كان يعني مثلا ده واحد بيخطب الجمعة وما عندوش غير غلطتين في النحو ده يعتبر يعني ده سيبويه انا رحت حضرت قال انا لو سمحت ما يكون في خطأ في الخطبة سجلوا عشان اعرف بس عشان ما تنسوش يعني مسكت انا ورقه وقلم وقعدت كل ما يحصل خطا لما جيت ولد اسم يعني ما اعرفش ما في عباده الان اللي هي مراقب فني من الفلان فلما تعبت من الكتاب كتاب رحت سايب الورقه بقيت ايه ان قال حاجه صح راح اكتبها اظن الاخطاء يعني بحر مش هتكتبها فخلينا في الايه في العد الاشياء الخفيفه فعبد الحشتين فقط هم اللي صح جاد بالصوفية فبعد يقول لي في حد يقول في حشتين فرع جاد حشتين مش موجود لا ده حشتين بس اللي صح فانت تفهم يقولوا قوي وبعدين بس الله يزن كلهم انا حد مش كذب بعد ما عمل حشتين كلهم في خطبة اللي قالوا صح بعد كده بسأل انت شغال ايه فكرت مثلا واحد في فرن مثلا فرنجي ترزي بلدي قال لنا مدرس لغه عربيه بعد ده كله كان ثم لو لغه انجليزيه او جغرافيه نقول لغه عربيه ايوه وقوانين قوانين من هنا بعضهم يعني بعض الذين حصل عندهم اشكال في هذه المساله فقالوا انه العلم كذا وكذا 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 وقلنا الرد وكيل حتى عبدالعيش من هنا يعني ما يعني ذكر هذا القول لانه لم يعول عليه ولم ما اهتموا مين اللي قال اه قول تيلو خلاص نعم ها هو ما فيش هنا مشكله عشان نثبتها نعم الكلام ان تعلقهم هو الوقوع بعد يعني كلهم سابقهم في العلم الكلام ده ينطبق على جميع الاقسام ايوه هتلاقي كل المنفي واقع ثابت ما نفي هو المشكلة الكلام ده المشكلة أساسا هم ما جابوها في الواجب هم جابوها في الجائز منه ما وقع
ومنه ما لم يقع. والعلم بالشيء تابع لوقوعه. فإذا يعني معناها إذا لم يقع فلا يقع العلم به. واضح كده؟ هذا بالنسبة لمين؟ للحادث. نقول لهم بالنسبة لله تعالى هذه الأشياء وقعت تعلق بالعلم تعلق تنجيزي إلى زمن وجودها إلى وقت حدوثها، يعني لأنها لم تقع بعد يعني في الخارج ولكنها موجودة في العلم، فلا شك أنها ستقع لكن في الوقت الذي حدده الله تعالى لها. مين؟ قال ماشي ما تعودنا على عالم الكذب، وأنت الآن حلفت يمين ونحن عقيدة ما أعرف ما أن حديثك كان صدقا، فلماذا حلفت باليمين؟ من باب التأكيد قل إي وربي، هذا في القرآن ربنا أمر نقول قل إي وربي إنه لحق، يعني الله تعالى أقسم فقال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أمر قل بلى وربي، سموه القرآن لا يكفي وبل محال أصلا وقوع الكذب، محال محال يا مستحيل. إيه فائدة القسم؟ التأكيد أو التعظيم، يعني أريد أن أشعر نفسي مثلا بالأهمية أو بعض الناس يقول لك جرى على لسانه الحلف ولا يقصده، يعني من باب استعمال قرآني أو شرعي وليس المقصود به الحلف وإنما المقصود به التأكيد، لأنه إحنا مش في محكمة نقول والله العظيم ما أقول الحلف حط يدك على والمسألة مش حطت اليد، المسألة في أمر اعتقادي، لأن العقيدة عنده مهتزة والله لا حط يده حتى على إيه على جسم الإمام البخاري نفسه، فحطوله في القبر برضه حافظ مش هيهمه يعني. فالإنسان اللي ما عندوش خشية وتعظيم لله سبحانه وتعالى مهما ذات الداخل مش موجود هيحلف وهو عنده جرأة عظيمة، وذات المنافقين أي حاجة كان يحلفها أي شيء كن فين والله عظيم، هو أصل في اعتقاد أنك أنت مش مصدق وخالف في أي شيء فلازم يحلف، وهو عارف انه في الحالة دي عندك ايه عندك امران او جهتين، لماذا انت صدقت بعد ما حلف هو كذاب، فكأنه انت في الحقيقة لم تصدق هو وانما احترمت او عظمت اسم الله تعالى تعظيما لله، وزي قلت لك اجر عظيم، يعني انا حلفت وانت عارف ان انا مش ملزم ولا مش عارف، فانت مضطر انك تصدقها وبعد رأى فبأي حديث بعد الله بعد شيء ثاني فتروح لها مش عشان اللي قدامك ده تعظيم وإجلالا لله تعالى كده ربنا يعوضك ويخلف عليه، وده هيروح في ده خلاص، لأنه اليمين الكاذب ده تذهب الديار خرابة، بس انت بإجلالك لله وتعظيمك لله ربنا سبحانه وتعالى هيتركك. حدث أيام الرشيد كانوا يتهموا العلويين بأنه يدبروا للخلافة المسائل ويحرضوا عليها الفرسي والبلاد، كثير يعني من هذا الأمور، حتى بعضهم ألف شعر كده في ذم الخلافة العباسية، ومنهم بعض الأبيات أنا لا أحفظها، متى تنقضي دولة، يعني دولة العرب أحكام قادتها فينا كعابدي وثن، وبعد كده كان بيت كده يعني إن الخلافة فيكم يا بني الحسن، يعني معناها الخلافة في إنما ذولا لا ما يستحقوش وذولا ظلمة ومعتدين ومغتصبين، أبيات ألهبت مشاعر مين؟ الرشيد، واللي كتبها له مزور وكذاب ونسبها لمين؟ لواحد من نسل مين؟ سيدنا علي رضي الله عنه اللي هو الحسن ابن الحسن ابن الحسن، حتى يقولوا عليه الحسن المثلث أو عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن بن جد سيدنا الحسن، فأحضره الرشيد بعد صعوبة كان في خراسان وابن عمه العموم، لكن طبعا أنت عارف الأبة والسلطة والخلافة حتى لو أبوها فهيعمل إيه في الحالة، فجابه قال له أأنت قرأ عليه الأبيات أأنت قلت هذه الأبيات، فقال أقسم بالله وهي ما يكذبش أني لم أسمعها من غيري، أنا لسه الآن سمعتها وكيف أنا قلتها؟
ما سمعتها إلا الآن. وأقسم أيضا بالله أنه ما قالها أحد إلا الذي بلغ. يعني أنا ما سمعتها إلا منك، وما قالها أحد إلا الوصل شكرا. فاحتار وضع عند واحد الثاني وأكي وبعدين يعمل إيه في الحالة دي. فقال له يعني أسألك يعني بعض الأسئلة عشان يتثبت يعني. فسألوا كم سؤال. المهم من ضمن الكلام القصة موجودة في كتابة مقاتل الطالبين كان موضوع عند الحالة الثانية في الإنجليز. فأحضر هارون الرجل اللي جاب الأبيات وقال هو يقول كذا وأنت مش عارفين مين فيكم إيه الكاذب والصادق. فدوك يعمل ليه عشان ينجي نفسه الكاذب. والله الذي لا إله إلا هو. وقال إحنا طبعا بالصيغة المتعارفة لا إله غيره هو الذي رفع السماء للأرض. فلما سمع كده هارون يعني استغرب كيف يقسم بهذه الطريقة ويجل الذي لا الذي رفع السماء الذي مشى. قال له انتظر اليمين من نسل سيدنا الحسن وعبد الله. قال له سيبني انا اللي حلفوشي انا اعرف كيف حلف النبي. فدعني والله سأحلفه بيمين ما حلف بها احد كاذبا الا اخذ في الحلف. بل انا سيبني انا اللي حلف بس ان كان رأي صح يحلف بالله انا اللي حقول له مش هو اللي يقوله. لان الله تعالى اذا حلف به احد كاذبا واثنى على الله ومجده وعظمه فان الله تعالى يؤخر حليم ومجد واثنى على الله تعالى في القسم الكاذب فيمهل يعني يترك شيء. انما عاوز اجيب له صيغه ان حلف بها كاذب هيغور في داهيه في الحال. قال له ده حلف. قال له تعالى يمكن برئت من حول الله وقوته. ما نقول كده يا رب. فقال برئت من حول الله وقوته وتقلدت الحول والقوة من دون الله استكبارا على الله واستعلاء عليه واستغناء عنه ان كنت قلت هذا الشأن. لا نقول الكلمتين دول. قول كده ده اللي قلت برئت من حول الله وقوته. دي مصيبة كبيرة وتقلدت الحق يعني مش كمان تدرك وخلاص قد كمان نازع قد السفل أدرك وتقلدت الحول والقوة من دون الله إكبارا على الله واستعلاء عليه واستغناء عنه إن كنت قلت هذا الشيء. فراح عليه ارتعش وضرب وعرف وبقيت حالته طرب كده زي كانه جاءه ايه الموت. فنظر اليه هارون وانتخاه ليه ما دام انت متاكد من ايه. والله لو انه حلفني بهذا ان العمامه التي على راسي هي اللي حلفت ما دامت انا صادق وهي فعلا عمامه. لو قد يقول كده الكلام ده يقول ايه على انه العمامه دي ان كانت هذه العمامه لي احضر. فراح ايه طبعا ما هو ما فيهاش لعبه هنا ده السير موجود وما فيش يعني راح فين هيفضل. فقال قال لك خلاص قولوا ربك كريم يفرجها عنه. شوف حتى الكذاب برضه عنده امل فيه. فقال هذا الكلام مضطر يقوله حتى انتهى منه. قال الحاضرون والله ما قام من مجلسه حتى اختلفت رجله. فحملوه الى بيتي فلم يعش الا ثلاثه ايام. قالوا ثلاث ايام بس وراح نحل. فتاكد هارون الرشيد من انه هذا الرجل مفتري وكذاب لكن عاوز يعني يصلح العلاقه بينه وبين بني عموما. فراح سال بعض الاسئله قال يا هذا الفلان ده يعني انا حاضيك قصر عاوز تتزوج عاوز ما اطلب ما شئت الا الخلاف. يعني زي ما انت عارفك الا المبادره لو اتكلمت فيه ما فيش غسل اطلب ما شئت. والله لو اردت ان يعني اعطيك كل ما املك الا بس المبادره لنخرج ده الاموال كلها
في ثلاث ايام يجي كل حاجه ثاني اشمعنى فاكرت المعلم بيقول قال له كل اللي انت عاوزه اطلبه. ثم قال له من احسن الناس وجها؟ قال انت يا امير المؤمنين. صح. قال له ايه من احق الناس بالخلاف؟ قال له انت يا امير المؤمنين. من اكثر الناس علما؟ قال يعني انا او انت، لانه قارنك امام الناس عشان يعني يقول الناس ان وضعه سليم او شو مختلف. من كذا من كذا. اخر حاجه استشعر انه يكون يعني زي يطلب الخلافه بسببها هي القرابه من رسول الله، هذا مش في يده راي منها، ذلك فضل الله يؤتيه. فقال له من اقرب الناس الى رسول الله انا او انت؟ قال له اعمل ما اوصيني يا امير المؤمنين من هذا السؤال. يعني كل الاسئله جوات بلاش حتى. قال له والله لازم تجاوب. قال له بس ليه؟ سيدي مش عاوز اجاوب الاجابه هتحرجك. قال له لازم تجاوب. حاول معاه يمين شمال ما فيش فايده. فقال له بس اذا اردت لابد ان اجيب. قال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا حيا الان وله ايه لو ان رسول الله حي الان ولي بنت يعني لك انت بنت واراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزوجها افتزوجه؟ قال نعم. كيف انا مين فقال لو كانت لي ايحل لي ان ازوجها؟ فيه معنى يعني معناها انا اشد خرق لانه تعتبر بنته. شوف الذكاء. قال لو رسول الله حي الان وانت عندك بنت زوج هذه يقول كيف؟ قال لو انا البنت دي عندنا وطلبها ينفع الذهاب؟ مش حاجه يا بنته. وراح ساكت. قال له انت تسلو. انا قلت لك الاول ما تخليش واظن ان انا دي ملاش يعني انا اعمل ايه؟ ربنا خلاني كده من ذريه من انت ايه؟ علم الله وحياتك التي تبدأ قد يعني دي هنجاوب عليها بصور لسه ما خلصناش. ده يبقى هنا فهو تعالى به يعني به الكلام ولا بالعلم؟ لا خلنا في الكلام فوق مش تحت. فلا يوصف له تعلق واحد تنجيد والكلام يدل على ما ذكر يعني على التعلقات بتاعة العلم. بس من جهة العلم جهة انكشاف ومن جهة الكلام جهة ايه؟ ها؟ دلالة مستمرة بلا انقطاع أزلا وأبدا. ولذلك ما تحصرش ملاش نهاية. يقول لك هنا ايه؟ كلام يدل على ما ذكر دلالة مستمرة بلا انقطاع أزلا وأبدا. قل لو كان البحر يعني المتعلقات بتاعت الكلام ملاش نهاية مش الكلام واحد. لو كان البحر مدادا لكلمات رب. طب في آية ثانية لو أن ما في الأرض من شيء والبحر يمد من بعده سبعة أبحار ليه ما تنفتش؟ ماذا لا تنفتش؟ مهما كانت كثيرة. قال لك لأنه إيه؟ لا هي أزلية وغير متناهية. فيش إيه؟ والأزلي الأبدي ليس إيه؟ بمتناهي. ودخول ما لا يتناهى تحت الحصر فهو مستحيل. دخول ما لا ينحصر تحت ما ينحصر مستحيل. فعشان كده قال لك لو جبت حتى 100 بعض أو أكثر لو حتى 700 بعض مداد حبر يعني والأشجار كلها عشان تكتب المعلومات. ما هو الكلام هيتعلق بما يتعلق به يعني المعلومات. نعم. لا يمكن تحصرها. مولانا لا تنام. لا ما هو كأنه في الكلام دلوقتي يقول لك والكلام يدل على ما ذكر. نعم والكلام يتناهى. بس على ما ذكر دلالة. شوف مستمرة. شوف كلمة مستمرة بلا انقطاع مش معناها تنقطع بانقطاع الدنيا أو حتى الآخرة. بلا انقطاع أزلا وأبدا. وكل ما هو أزلي فهو أبدي كده. لكن ليس كل ما هو أبدي أزلي. فهمت علي؟ نعم مولانا. لانه ازلي لازم يكون ابدي. اما الابدي ده يبقى معناها لغيره. نعم. يبقى معناها باتقان الله الواجب واجب مش لذاته واجب لغيره. ده ابدي لكن مش ازلي. زي الروح. الروح ابديه لكن مش ازليه. لان الروح مخلوقه لها بدايه. لكن الروح بعد ما تموت ما بتبقى موجوده باقيه.
وفي الآخرة تعود إليك يا جنة أبدا يا نار أبدا. إذا الروح أبدية سواء كان في الجنة أو في النار لكن مش أزلية. لأنها مخلوقة. إذا كل أزلي أبدي. إنما مش كل أبدي. من ناحية الإمكان. يعني تقبل الفناء ولكنها ليست بثانية لأنها باقية لإبقاء الله. إذا هنا باقية مش بذاتها. بذات الله باقية لذاتها. أما الروح باقية لغيرها. يعني لو شاء يثني على الأفناء. لكن لو حتى الفناء بالثاني يوم القيامة مش كل شيء. لا الروح مش حطتنا من المستثنى. الروح باقية. ما يدخلش ما يدخلش في الفناء لا في المنجفل. يعني كل شيء وعندك عندك آية اللي الثور فيه مش عارف حظينا اللي أما الذين الثور في الجنة خالدين فيها ما دام في السماوات يقول لك هو لما على أنه السماوات لا تدوم والأرض لا تدوم فكذلك الجنة لا تدوم. قل له اقرأ الآية الثانية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فاللي حيتبدل بدائل. أما المتبدل دخل في الجنة. لا مش جديد يعني معناها ذا حيبقى أبدي خلود أبدي ومدام الخلود أبدي فوق كيف الجنة خالد خلودا أبديا وروحك ثانية. إذا مين اللي حياخذ الجسد أبويا لازم يكون خلود مش حطيش حطيش جسد هامش. إذا لابد من بقاء روح بس مش ذا مش بقاء ذاتي بقاء لغيري. الأبدي كل أبدي وليس بيرجع وليس بيرجع. دخل ده الزاف ده ما احنا قلنا يعني ابدي يعني انا الازلي الازلي لا اول له في ايه في جانب الماضي والابدي لا اخر او لا نهايه له في جانب المستقبل. يبقى بالنسبه لله تعالى لما يوصف بانه باقي ايه معنى البقاء حتى الاشعر انكر البقاء هو استمرار الوجود او هو الوجود الازلي لانه اذا كان ازلي يعني معناه ده فايه داعي نثبت صفه ثانيه اسمها البقاء. يعني ده جعل البقاء عنده صفه معنى مش صفات كبيره هتعيدنا ثاني لو ما تقدرش تتكلم بالان ابد له بدايه الابديه. لا له بدايه تمام القديم. لا وقلنا في قديم ازلي وابدي خلاص في بدايه ونهايه. اما بالنسبه للحادث الذي وعد الله ببقائه يبقى هذا ابد ولكنه لم يكن ازليا لانه له ايه؟ له اوليه له بدايه. فالاشياء تقسمها كده الموجودات موجود لا بدايه ولا نهايه من الله تعالى ذاته وصفاته. موجود بدايه ولا نهايه له بدايه وله نهايه لا بدايه ولا نهايه عكس ايه بدايه ونهايه اللي هو الموجودات. في موجود له نهايه ليس له نهايه وله بدايه لكن القسم الرابع مش موجود. خد بقى المرتبه بدايه ونهايه واحد لا بدايه ولا نهايه ايه لا بدايه ولا نهايه ده مستحيل ده. بعد كده له بداية وله نهاية ده الجائز الموجود يعني. بعد كده ايه بداية وليس له نهاية له بداية وليس له نهاية تقصيد على كده ايه له نهاية وليس له بداية. ده الجنون ده ما فيش يعني كيف حاجة حاجة ما لهاش نهاية وكيف ما تجيش واضح؟ ولا هو نقول ان عدمنا يا مولانا ليس له بداية لكن نهاية عدمنا ممكن ليس له بداية عدمنا اللي هو عدمنا وانا العدم بتاعنا على نوعين في عدم ازلي وفي عدم فيما لا يزال. عدم فيما لا يزال عدم فيما لا يزال ممكن اذا كنا من اهل الجنة ان شاء الله. لكن بعض الناس المحافظين قالوا النار دي لابسين فيها احقاب ضرب يعني ممكن يشاء ربنا سبحانه وتعالى يحولها تراب او اي حاجه. وهو على كل ما تحمقش يقول في الجنة. انت حتى ما دخلت الجنة خلاص خليك في الجنة مالك شاغل نفسك ليدرس في النار حيقعد كام سنة انت ايه بس خليه وتفرح. هو عايل هم الناس يحاولوا كام سنة. وقسم يتعلق فين صف كام 359 فهو تعالى به يعني بالكلام آمر. يبقى الامر كلام مش كده؟ نعم. والنهي كلام ومخبر يعني خبر يعني ما فيهوش امر وما فيهوش نهي يعني في عندك انشاء
وفي عندك خبر مش كده؟ الانشاء اللي هو لا يحتمل صدق ولا كذب. اما الخبر اللي يحتمل صدق وكذب بس ده ايه لذاته، يعني كل قول او يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكن بالنسبه للقران الكريم يخرج هذا، لان القران نعتقد انه صدق مش لذاته، من حيث ذاته ممكن وكلام عربي ممكن يكون، لكن لانه كلام الله فلا يحتمل الا الصدق. انما لو لم نلتفت الى قائله فنجعل به زي غيره يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فهو في نفسه واحد يعني الكلام. وتكثره انما هو ولذلك ربنا لم يقل قل لو كان البحر مدادا لكلامي، قال لي كلمات، يعني ذكر التعلقات. التعدد او الجمع ما يجيش في الكلام، ما فيش كلامات او اكثر، ما كلام واحد لكن التعلقات كثيرة. انما هو بتكثر التعلقات كالعلم والقدرة، ولذلك قسموه الى امر ونهي وخبر واستخبار. استخبار يعني استفهام، يعني زي هل اتاك حديث موسى، هل اتاك حديث الغاشية. فمن حيث اقتضاؤه فعلا او تركا يسمى امرا او نهي، يعني ان كان فعل يبقى امر، ان كان نهي ان كان ترك يبقى نهي. ومن حيث تعلقه بثبوت امر لامر او نفيه يسمى خبرا، خبرا يعني حكما. وهل يشترط في تسميته بذلك كالخطاب وجود المخاطبين بالفعل او لا؟ قلنا المره اللي فاتت انه تعريف الحكم الشرعي عند الاصوليين هو خطاب الله. القرافي كره، قال لا هو كلام الله، لانه الخطاب ده لم يسم كلام الله تعالى في الازل خطابا، لانه حيقتضي وجود مخاطب. فصفة قائمة بذاته اللي هو الكلام مش الخطاب، يعني الفرق بين الخطاب وبين الكلام، الكلام لا يقتضي وجود المخاطب. انما ما في نفسك ان الكلام لازم يعني كلام الكلام النفسي لا يقتضي، انما الخطاب لابد ان يكون ايه مخاطب. الخطاب كيف من غير مخاطب؟ عشان كده الامام القرافي وبعض الاصوليين لم يسمي الحكم الشرعي خطاب، وانما قال كلام الله. والله الجمهور على انه خطاب الله متعلق بافعال المكلفين، ما عشان كده احنا فكرنا، لكن هو قال ما نسموش في الازل، في الازل انما الان لما ندرس اصول الفقه من الان بندرسها في الازل. خلاص الجميل ناخذ مين تعريف الجمهور هو خطاب الله. السكوت من النقائص. هل يجوز لنا ان نقول ان الله تعالى تكلم دائما؟ لا، هذا من مقتضيات او من مستلزمات تعريف صفة الكلام، انها صفة ازلية، طالما هي ازلية فهي ابدية، والازلي والابدي ليس فيه ترتيب ولا تقديم ولا تاخير ولا سكوت ولا وقف ولا ابتداء ولا اعراب ولا همس ولا جهر، هذا كله في الحال في الكلام اللفظي. فكلمه سكت زي لا يوجد احد لا في اهل السنه ولا المعتزله نسبوا الى الله تعالى صفه اسمها السكوت، لانه لو في سكوت يبقى معناه الكلام له بدايه وله نهايه، هو ازلي صفه ازليه، ما فيش تقديم وما فيش تأخير، هذا من شأن المخلوقين. وتكثره إنما هو بتكثر التعلقات كالعلم، متعلقات كثيرة والقدرة، القدرة كل مقدور، إحياء إماتة رزق إسعاد إغناء فقر، كل ذلك تعلقات القدرة. ولذلك قسموه إلى أمر ونهي وقدر، فمن حيث اقتضاء وفعلا أو تركا عدنا هذا. وهل يشترط في تسميته بذلك كالخطاب وجود المخاطبين بالفعل او لا؟ خلاف، عشان كده ذكرنا ما اشار اليه الايه القرافي، وينبني عليه الخلاف في الاحكام، هل هي حادثه او قديمه؟ يبقى هنا باعتبار تنزيل من سيوجد منزله الموجود اكتفاء، رجعنا للكلام اللي قلنا اكتفاء بوجود المأمور في ايه؟ في علم او في عالم، في عالم في عالم او في علم، ما هو موجود في العلم،
في ايه؟ في علم الامر، يعني معناها في صفة العلم يعني. وله تعلقات ثلاثة اللي هو ايه؟ الكلام. والان في الكلام مش في العلم. مولانا خبرت الادبة والاخر قول ايه؟ خبرت الادبة اقول الحكم قديم لأنه كتاب الله، تمام كده. والأحكام هل هي حادثة أو قديمة؟ ممكن نقول حادثة وممكن نقول قديمة، بس بالاعتبار يعني على اعتبار هي قديمة وعلى اعتبار باعتبار تنزيله، تنزيل من سيوجد منزلة الموجود، يبقى هي قديمة وبحادث، وهي حادثة باعتبار ايه؟ انه لم يوجد. اذا اعتبرت موجود كيف تعتبر موجود وكيف تعتبره غير موجود؟ هو موجود ولا مش موجود؟ بل هو موجود بس في العلم، وغير موجود في الواقع في الخارج. اذا انا اعتبرت انه موجود في العلم يبقى الاحكام قديمة، وانا اعتبرت انه هو مش موجود الا حادث. انما الخط لو كان قديم، وانما المتعلق هو ايه؟ حادث. اكتفاء بوجود ما أعلم. وله تعلقات ثلاثة، ها كم كم؟ تعلقات، خلينا واقفين عند ليه التعلقات. والله تعالى أعلم. اللهم صل وسلم على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما